حكومة هشام المشيشي إلى الدوحة زيارة أثارت الكثير من الجدل وأثارت الكثير من الحبر، هل كانت بالنسبة لي كنائب عن العالم العربي زيارة ناجحة؟ هي زيارة ناجحة بكل مقاييس، لأننا نتحدث عن زيارة ضمن جولة. تونس قررت أنها تسافر، أنها تدافع عن حظوظها، أنها تعزز مناعتها المالية والاقتصادية والاجتماعية بعد التداعيات الخطيرة لكوفيد 19. كانت واشنطن، محطة واشنطن محطة مهمة جدا أخوية دولة ليبيا، واليوم في أمس في دولة قطر الشقيقة، وبعدها ربما الجزائر ومجموعة من الدول الأخرى. سي محمد، تونس وقت تسافر الحمد لله تربح، لأنها سافرت بهيبة الدولة، وسافرت كذلك بعد عمل كبير والحقيقة عميق قام به السفيرا البلدين في تونس وفي قطر، اثنين وزارتي الخارجية، ثلاثة رئاسة الجمهورية. ما ننساوش أن السيد رئيس الجمهورية كان يوم 22 نوفمبر 2020 في دولة قطر الشقيقة، وكانت يعني نتائج متميزة. ثم السيد رئيس البرلمان منذ أسبوعين، وتوجت بزيارة السيد هشام المشيشي. علاش فيها معناها زيارة ناجحة؟ أول شيء، نحن من 2018 يوم 23 أبريل، ديما نحكي بالأرقام سي محمد، وقع اجتماع اللجنة الفنية التونسية القطرية في ميدان التشغيل. نحن في قطر كنا عام 2010 4000، اليوم احنا 35000. يومها قررت قطر مضاعفة حصة تونس 50000. بالطبع بعد جاء الكوفيد وجات إشكاليات لم تتجسد. أول نتائج هذه الزيارة أن رئيس معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري أكد في بيان رسمي أنه مش تقع مضاعفة عدد التونسيين، خاصة في ميادين السياحة، وهذا مهم ومهم جدا، الطب وتكنولوجيا الاتصال والتأمين والأمن بالنسبة لكأس العالم. هذا رقم مهم، لأن لما ينضاف لك 20000 معناها خبرة وكفاءة تونسية تمشي في نطاق التعاون الفني، هذا مهم ومهم جدا. الجانب الثاني، أنت سي محمد وقت تكون كفرد أو كعائلة أو كدولة، مش تمشي للبنكاجي مش تاخذ قرض، ما فيها باس في العشية والكذا أن تكون عندك يعني ظهر. وبالنسبة للمفاوضات التونسية الحقيقة المرة هذه أنا كنت يعني تابعت يعني أول أزمة خطيرة في اقتصاد تونسي اللي هي 86، وبطوع قاعدين نعيشوا في أكبر أزمة تعيشها تونس والمالية العمومية 2021. يومها تقريبا كان زعيم بوركيبا هذيك هو معناها صورتنا والكارت فيزيت تاع تونس حول العالم. يوم وقت تونس عبرت عن رغبتها باش تاخذ اقتراض مره هذه من البنك الدولي، الولايات المتحده نزلت بقوه وبثقل، المانيا، فرنسا، الاتحاد الاوروبي، الدول هذه الكل، وكذلك الدول العربيه. لما نتكلم على دوله الامارات العربيه المتحده سي محمد، او نتكلم على دوله قطر، هاتين الدولتين من اغنى دول العالم عبر التاريخ ولليوم. فأنت لما تكون عندك صديقك غني هذا بيضيف لك ويعزز الصدقية متاعك وعزز الكريدت متاعك. فالنقطة الثانية واللي هي مهمة ومهمة جدا، والفكرة طرحها سمو الأمير. تعرف في حياس الباجي الله يرحمه توجد منتدى استثماري، ودولة قطر وقتها قامت على أشغال وتحملت أعباء هذا المنتدى كاملا. فافا مؤتمر فافا 2020 تحملت أعباء كاملة، ودولة قطر قدمت مليار و250، خذينا مليار كقرض و250 لحد الآن سي محمد ما صرفناش فيها. نتيجة نجم تسألني ونجاوبك، لكن اللي يهمني في هذا أن اليوم ثم فكرة مهمة جدا أنه يعاد هذا المنتدى الاستثماري ويكون دعم لتونس باش تتجاوز تونس الأزمة نتاعها اللي هي مركبة الحقيقة. ثم أزمة هيكلية وثم تداعيات الكوفيد. ف
فهذا فقط كفاية اعتقاد باش نقولوا أن هذه زيارة ناجحة وناجحة جدا. لكن في المقابل ماهر مذيوب هناك من يرى وأن هذه الزيارة كانت لأغراض مالية بحتة، والحصيلة إلى حد الآن كانت بمعناها نتيجة نهائية لهذه الزيارة عاد فيها المشيشي بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها. خلينا نحط الموضوع في سياقه، المشيشي بأي أهداف ذهب إلى الدوحة وبماذا عاد إلى تونس عمليا؟ عمليا أنا قلت لك أن هذه زيارة ضمن جولة كاملة في واشنطن. قيل هذا الكلام سي محمد مش في إذاعتكم محترمة أنه راه ما صار شيء، بينما اليوم اللجان الفنية قاعدة تدرس في موضوع القرض وكذا ومناقشات ومحفاوضات شاقة، ولكنها إن شاء الله تكون مثمرة. في دولة ليبيا قالوا ما عاد حتى شيء، بينما سيد وزير يعني الشؤون الاجتماعية اللي أنا نعرفه واللي أنا نقدره وهو رجل ثقة وما هوش يعني قال أن هناك وديعة مليار أورو ستوضع على حساب البنك المركزي. تعتزم واضحة. نعم تعتزم ليبيا واضحة. يكفي أنه يعبر لك بأنه مش يضع هذا الشيء، نحكي الآن ماليا وبنكيا باش تتعزز الثقة. الاقتصاد الرأسمالي كله قائم على كلمة بركة، الثقة في ذلك البلد أو عدم الثقة. اليوم الحمد لله تونس رغم الصعوبات لم تتأخر يوم في سداد ديونها، هذا هو عامل الثقة. صحيح ثم برشا كلام، صحيح برشا خبراء متاع اقتصاد ومالية وكذا، لكن يغلب عليه سجاد للأسف الجدل السياسي. وأنا أقول لك المصرفيين والبنكجية يترفعون على هذا الجدل، ممكن يستمعون إليه لكن يترفعون على هذا الجدل. والوطنيين اللي هم التوانسة 12 مليون هذوما الكلهم يهمهم أن تونس تخرج من الكرينتي كما يقول سيباجي، تخرج بشرف وتخرج تحاول أنها تتجاوز هذه الأزمة الحادة. لكن ما تراش أنه عوامل الأزمة أستاذ ماهر هي داخلية بالأساس؟ يعني خلنا نبدأ بعامل الأزمة أول، الانقسام الداخلي اللي ما زال متواصل. اليوم صحيح زيارات جيدة جدا، على الأقل زيارة إلى ليبيا في تقديري كانت جيدة جدا، وكانت في وقتها وكانت لازمة. إذا كان ما عملناش هكاكا بالحق كنا نخسر موقع مهم جدا في ليبيا. بارك الله. ومش موقع ليبيا وتونس هذا التاريخ والجغرافيا حتى هما بعضهم يعني متصلين ببعضهم. لكن وزيارة ولهنا نشيدوا معناتها بأنيس الجزيري والعمل نتاع المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي اللي خدموا خدمة هايلة ياسر في التنسيق. صحيح هذا جانب المجتمع المدني ورجال الأعمال خدمته في التنسيق. وكان صورة جيدة أنه زيارة الحكومة ووفدها ورجال الأعمال التونسيين إلى ليبيا، ومن ثم زيارة المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعنده منتدى اقتصادي صار في جربة عنده منتدى اقتصادي عنده، يعني فما حراك. ودورة الدولة كان موحدة، وكرئيس الدولة يقابل في رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة يقابل في رئيس حكومة، ورجال الأعمال يقابلوا في رجال أعمال، ظهر تونس موحدة. لكن في زيارة متاع قطر هذية، يعني كي نسمع التصريح البارح متاع سيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة ويقول أنه رئاسة الجمهورية سعت إلى تعطيل زيارة إلى قطر، الحقيقة ما هوش كلام به. نسمع زيادة الكلام متاع أستاذ رياض الشعيبي اللي هو مستشار رئيس الحركة، يقول أنه يعني يقول أنه المشيشي بما معناه رئيس الحكومة يسعى إلى تعبئة الموارد، بينما رئيس الدولة قابع في عزلته وإخراج الزيارة، وكأنه هشام المشيشي مجرد موظف رد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة اللي مهد له زيارة واللي مشى تبعا لمقام به الغنوشي اللي ليس رئيسا للحكومة في نهاية الأمر. يعني صورة الوحدة التونسية نوعا ما ضربت شوية. شوف أنا نحب حاجة فكرة مهمة وأنا سميتها كور. أنا نعتقد أنه جزء كبير من النخبة السياسية التونسية لا تزال سواء في الجانب هذا ولا في الجانب هذا في زمن سابق شوي. يعني انت اليوم تشوف حماس وفتح، اسمع يحيى سنوار البارح شو يحكي وبرعاية مصرية. اليوم تشوف محادثات سعودية إيرانية، اليوم تشوف عودة العلاقات بين 6 دول متاع الخليج. لكن تحس ثم جزء كبير من النخبة التونسية لا زال متمترس
في خنادق قديمة أصحابها حرقوها وراحوا. لذلك احنا سيادتك قلت الأزمة ما زالت، لأن الناس ما زالت ما عدلتش ساعتها. راهو اليوم بعد الكوفيد هذا الكلام كله ما ينفع. هل فعلا رئيس الجمهورية حاول تعطيل هذه الزيارة مهر مذيوب؟ أنا أقول لك وأنت سيد العارف بكواليس الدولة القطرية التي كنت تقيم فيها. أنا أقول لك ونجم أقول لك على لسان رئيسي المساعد رئيس مكلف رئيس البرلمان يعني. طبعا أني أربع بأن السيد رئيس الجمهورية يعطل أي زيارة أو أي منفعة لتونس. ممكن يكون عنده اجتهاد، وأنا جيت قدامك ما رفعتت وحكيت لك، قلت لك معناها بالنسبة لل علاش ما تعملتش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في مارس، أنه السيد رئيس الجمهورية عنده فكرة أنه شكون يقود الوفد. اجتهاد يعني هو كمختص في رسم السياسات يعتقد، وهذا مش أنا مختلف فيه، يعتقد أن رئاسة اللجنة العليا المشتركة نجم مش تكون برئيس حكومة، بينما هذا مش صحيح لأنه هو هناك سيجد أمامه رئيس حكومة. يعني عبد الكريم الهاروني ما قاله في علاقة باتهام رئاسة الجمهورية بتعطيل محاولة تعطيل هذه الزيارة غير صحيح مهر مذيوب، تنفي هذه التهمة الموجهة للرئيس. اسمحني أنا اسمي مهر مذيوب، ممكن تتصل برقم سي عبد الكريم وفصل لك ما يقصد بهذا الكلام، لكني أنا أقول لك لأن السيد راشد غنوشي أخر تصريح عنده كان في المنتدى اللي كان ممتاز، كان في جربة ليبي تونسي، سأله أحد زملائك محترمين مثلك فقال علاقتي بالسيد رئيس الجمهورية إلى خير. وأنا هنا نحب نأكد على شيء، وهذا ما هوش مثلا متاع معناها مجاملات ولا علاقات عامة، لا، هذه يعني مصلحة حيوية تونسية أن تكون العلاقات بين سيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس البرلمان وسيد رئيس حكومة علاقات احترام وتعاون وتبادل، بخلاف هذا هراء. سي 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 هذا قولوا لزميلك في النهضة سي عبد الكريم الهاروني، قلت لك إذا كان تعتبر الكلام هذا هراء قولوا لسي عبد الكريم الهاروني اللي خرج في وسيلة إعلامية محترمة ووجه كلمات خطيرة لرئيس الجمهورية. شو محمد، أنا ما نعلقش على أي مسؤول حزبي في النهضة ولا غير النهضة. قديش مرة تقولي تنفي ولا تأكد المعلومة هذه؟ أشني أنه رئيس الجمهورية حاول تعطيل هذه الزيارة؟ أنا قلت لك أربع، أكثر من هيك أربع. أنا أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية يجب أن لما نتعامل مع مقام رئيس الجمهورية نتعامل بكل احترام وأدب، والمقامات عندها دور بتاعها، ثم يعني اللي عنده ما يقول يقدم الدلائل والقرائن، ما يمكنش بالإنشاء بس. يعني أنت ضمنيا تنفي التهمة الموجهة للرئيس؟ قلت له أربع، يعني معناها هذا بالنسبة لي أنا أكثر من أنه معناها الأمور هذه الواحد ما يدخلش فيها وما اللعبة هذه. طيب عمليا بماذا وعد أمير دولة قطر رئيس الحكومة التونسية خاصة في علاقة بكواليس هذه اللقاءات اللي تمت هو مع القيادة القطرية؟ يعني الحكومة عندها متحدث رسمي إن شاء الله تعلن عن ذلك. أنت عندك صفة رسمية وعندك صفة استثنائية بحكم علاقاتك في دولة قطر وإقامتك لمدة طويلة في دولة قطر وبحكم أنك نائب عن العالم العربي وجيت من الدوحة منتخب إلى البرلمان التونسي. نعم معتزل، عندي 17 سنة وأني أكثر يعني تونسيين كان مكانة في حتى في لما عملت في الحكومة القطرية. نعتز بصداقتنا في قطر وغير قطر، لكن اللي حب أقول لك أن سمو الأمير ما يعدش، سمو الأمير يفعل، لأنه من 2010 لليوم قطر أصبحت المستثمر رقم واحد في تونس العربي والمستثمر الثاني دوليا. قطر قدمت لتونس أكثر من ملياري دولار بين وديعة وقرض. اليوم الناس هذا قريبا يعني قطر والمؤسسات القطرية الموجودة قدمت 10 مليون دولار كدعم لجهود محاربة الكوفيد. اليوم المؤسسات القطرية الموجودة كبيرة وكبيرة جدا، وأنا أرجو وأعمل أن كذلك المؤسسات الكويتية والسعودية، لأنه زادة أنا جاي نسمع في أحد زملائكم في إذاعة أخرى يقول السعودية
السعودية لوقت قريب جدا أعطت 500 مليون دولار وداع لتونس وقت قريب جدا. لكن احنا المشكلة فيش أصبحت لدينا رياضة وطنية سامحوني بعد الثورة يعني كل الناس أعداء، ما حطينا حد حتى حد، يعني كل واحد وهنا أنا لا أدافع عن الكيان السوني هذاك عدو حقيقي، الباقي ما تنجم يكونوا أما أشقاء مثل الجزائر وليبيا ومصر وبقية الدول العربية والإسلامية أو أصدقاء. الناس اليوم سي محمد وانت سيد العارفين في الجامعات معناها تعمل 4 سنوات وأكثر ممكن تعمل ماجستير كيفاش تربح أصدقاء؟ احنا الرياضة المختصين فيها واللي نحبوها هو إطلاق النار على الجميع. قطر اليوم هي مستثمر تلوج على مصلحتها ومن حقها، ونحن عندنا مصلحة معها مشتركة. ما زال الجانب التجاري ما زال ناقص من ناحية يعني يعني العمالة يعني اليد العاملة ما شاء الله إن شاء الله نزيده. لكن بالنسبة لي أنا أهم شيء وأهم حاجة مهمة في قطر عمرها ما تخليت على تونس، والأهم من هذا أن قطر كان ديما مع الحكومات لونها أخضر ولا لونها أحمر ولا ما عندهاش لون كما هذه. هل ستتحصل تونس على قرض أو وديعة من دولة قطر بعد هذه الزيارة بهر مديوب؟ بلا شك ولا اختلاف. شين المعطيات اللي عندك؟ هنا قلت لك بلا شك ولا اختلاف، لأني أنا عندي ثقة وأنا أعلم أنه الأخوة القطريين لن يتركوا تونس والدولة التونسية. قرض أم وديعة؟ ممكن قرض وديعة. قديش قيمته؟ ما عنديش فكرة. تداول 2 مليار دولار. شوف ممكن. أنا يعني بصراحة معنا سمعت واحترم كل الناس، لكن ما كانش من اللباقة أنه هذه الأشياء تخرج يعني. جهد أوكي هو به أنه سمار مذيوب على الأقل وضح القضية المتعلقة بعلاقة مع رئيس الجمهورية، ولو أنه ما زال فما التباس من ناحية حركة النهضة لأنه نسمع الموقف ونقيده الحقيقة. وذي رئيس حركة النهضة لا لا من ناحية حركة النهضة لا لا عندنا حركة النهضة ممثلها القناني واللي هو معناها زعيمها ومؤسسها الأول هو رشيد المرشي. واضح جدا. أنا أقرب الناس إليه الآن في هذه السنة والحمد لله ما مش يعني تخبوني لسنة وحيدة، فأقرب الإنسان لي عمره وأنا جمعتك حتى مراس معناها رسالة منه البارح ألف ولا تستفز، يعني هو بالنسبة لي وما هوش مضطر باش يعمل هذا. لكن كي نسمع قيادات من حركة النهضة مهم شوية مع أنت مستشار السياسي لرئيس الحركة صحة ورئيس رئيس مجلس الشورى أي بارك الله فيه وعضو المكتب التنفيذي رفيق عبد السلام وعضو المكتب التنفيذي هذوما نجم سيادتك تستدعيهم ومعرفة لما أنا بالمواقف هذه شوف أنا بالنسبة لي أنا حركة النهضة عندها متحدث رسمي وعندها رئيسة بخلاف تكون اجتهادات شخصية تكون أي كل واحد معناه هو مسؤول على تصريحاته. طيب ما بعد هذه الزيارة مهر مديوب وانت قلت أمير دولة قطر يفعل ما يوعدش، كيف ستكون عملية التفعيل تفعيل مخرجات هذه الزيارة؟ بالضبط هو أعلن البارح في يعني البيان الرسمي اللي اصدر حتى على الديوان الأميري أنه معناها من خلال اللجنة العليا المشتركة. وهنا نحب نقول لك ديما لأنه قلت احنا تونس تعرف تسافر كما الأندية التونسية كما تونس تعرف تسافر، لأنه علاش؟ لأنه هناك تاريخ عريق سي محمد متاع الدولة التونسية، ولأن هناك خبراء اشتغلت، ولأن هناك سفراء اشتغلوا، وإحنا ديما ننساو هذا الأمر المهمين على الأرض. اثنين أنه مشينا راهو سواء في ليبيا ولا في قطر ولا في تركيا ولا أي معناها على كل حال هذو البلدان اللي هما الجدل هذوما خدمة كل الفاعلين فيهم خدموا مش لمصلحتهم خدموا مصلحة تونس. سيد رئيس الجمهورية استقبل سمو الأمير وبعد سيد رئيس الجمهورية زار قطر وش قال؟ ونذكرك ببيان الرسمي اللي اصدر على رئيس الجمهورية قال كل هذا سيتجسد في الاجتماع اللجنة العليا. بعد سيد رئيس البرلمان مشى زيارة قطر عمل دعم، وهذا معناه في بعض الناس تعلق كل اللي شوف في رؤساء الدول يبعثوا مبعوثين يمشيوا معناها باش اللي انسان عنده علاقات متميزه بدوله ونجم يعاون سواء كان قطر ولا في كوبا
نفس الشيء. الفايدة في هذا شنو؟ أنه هو ما عندوش حتى مصلحة شخصية، واثنين أنه كله يعود للدولة التونسية. وأنا ما سمعتش أن السيد رئيس البرلمان خرج وتبهى، لأنه كان عنده دور كبير في ليبيا وكان عنده دور كبير في قطر ولا قال كلمة. اللي خرج وتكلم أنا أعتبر اجتهاد. أنا يظلس محمد خرجت وتكلمت أنا شخصيا. ما فهمش كون يقول هذه استراتيجية سي ماهر أمورهم، كل هذه استراتيجية رئيس البرلمان ما يتحددش ويطلق الأعلان لمستشارية أو القيادات المقربة منه أنهم هما يعملوا له البروباغندا خاصة. نأكد لك مرة أخرى، هذه مرأي موجود. لا أنا نأكد لك، أنا مثلا موجود في جهة هذيك وموجود في الدوحة وقريب من صانع القرار، خرجت قلت ثلاث حاجات وبعد عودتها السيد رئيس الحكومة. قلت بارك الله فيهم كل من تدخل، ذكرت السفير سلاح الصالحي قبل، بعد ذكرت وزير الخارج أو وزير الخارجية سي خميس الجناوي، وبعد ذكرت السيد الرئيس وقلت السيد الرئيس، لأنه في الأخير مش تسأل إمام الله، مش تسأل، لأنه هو أنقذ هذا الشاب من حبل المشنقة، أنقذ الشاب فخري الأندلسي من حبل المشنقة بمكالمة كذا كذا صارت. بعد جاء لأنه بعد شنو وخروا وخروا حكم الإعدام من كذا إلى واحد مي، وقتها مشى الشيخ رشيد غنوشي تيقن وتنحى حكم الإعدام وأصبح النيابة العمومية أعلنت أنا مشتهيت محاكمته. النقطة الثانية تحدثت عليها أنا أنه عدد تاع توانسة مش يتضعف وتم، وقلت عن المدرسة وسيد رئيس الحكومة بشر في لقاء مع الجالية بأنه قطر مش تعطي مدرسة. نحب نختم الموضوع الزيارة بالتصريح اللي عامله رئيس الحكومة هشام المشيشي في حواره في مع صحيفة لوسيل القطرية، وكان من بين الأجراء والحوار زميل صحفي تونسي مقيم في الدوحة أحمد حمد فضلي. النقطة المتعلقة بالأراضي الدولية ماهر مذيوب، برشا انتقادات طالت رئيس الحكومة واتهامات ليه بأنه في هذه الزيارة وكأنه إعلان نوايا لبيع الأراضي الدولية التونسية للدولة القطرية والمستثمرين القطريين. شوف، بيع الأراضي في تونس للأجانب، بيع أرض تونسية في الأجانب مجرم بالقانون، بيع الاستئجار هذا في جميع أنحاء العالم. وباش نقول لك بالنسبة لقطر، هذه أنا مقلقني، أنا ما موجود يا سيدي، اعتبرني محسوب على قطر. باهي، أقسم بالله لو غدوة يقول لي سيد الرئيس نمشي الإمارات باش نجيب مصلحة لتونس سأكون فرحا مسرورا. احنا لازم نحب نعطيك حاجة برك سي محمد، أعطينا إذا آت خلينا نوضحوا النقطة هذه. قطر شركة حصاد تقريبا تستأجر نفس البرازيل، أراضي زراعية في البرازيل استئجار باش يعني. أما أنا نطلق الرصاص كلامك، وديما احنا علاش؟ لأن ثم مستفيد إذا أردت أن تعرف، لأن ثم كثير من الناس وكثير من الأغنياء الجدد ياخذوا هذه الأراضي مش باش يستصلحوها، باش يقدوا فيها الويكاند وباش 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 ويحرموا خير الشباب من هذا. لذلك كان مبادرة السيد رئيس البرلمان شيخ راشد الغنوشي عنده مبادرة تشريعية وحيدة قاعد يجهز فيها، هي تقسيم هذه الأراضي على شباب تونس وتوفير التمويل باش تصير معناها تستصلح هذه الأراضي. أما أنه يجي إيطالي، تعرف لو كان تمشي من هنا جزيت عدة إيطاليين معناها واخذين أراضي ويعملوا فيها القنارية ويعملوا فيها كذا، مش هذا الأرض هو معاه شيء معناها. يعني اللي قصده رئيس الحكومة في تصريحه هو استئجار وليس تمليك. شوف الحاجة الثابتة، نأكد لك أن هناك حضور كبير لرجال أعمال القطريين قريبا، وهم جدا، وإن شاء الله السعوديين وإن شاء الله الكويتيين وإن شاء الله الإماراتيين. علاش؟ لأنه ماك تعرف المال ليس له عقيدة، لما هو يجي عنده مصلحة ومشيقة زميله التونسي. فاحنا نستبشر خير ان شاء الله. اللي انا متيقن منه وكنت جيت بحذاك وقلت لك سي محمد ان تونس ستخرج من ازمتها وان تونس لن تسقط. صحيح اليوم مريضه متعبه، لن تسقط وباذن الله تونس الى خير.
فما معلومة قاعدة تدور من البارح لليوم ماهر مذيوب، ونستغل فرصة وجودك بحثنا قبل ما نمشي لبعض الأسئلة اللي تخص شخصك بصفتك مساعد رئيس مجلس النواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، وأنه رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي طلب لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لطرح فكرة مبادرة اتحاد المغرب العربي كنوات أولى فيها الجزائر تونس وليبيا لمناقشة الملف هذا خاصة في علاقة بقضية الاندماج الاقتصادي، والرئيس تبون رفض إلى حد الآن قبول هذه الدعوة. هذا يعني شعار يا مصح. الأستاذ راشد الغنوشي لديه علاقات عريقة مع ممكن تعلي شوية في صوتك سيمان. هذه إشاعة عارية عن الصحة تماما. الأستاذ رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لديه علاقات متينة وعريقة مع الدولة الجزائرية يكونون له الاحترام، لأنه من احترامهم لتونس، وأنها عنده عدة دعوات بزيارة الجزائر لكن الأجندة وخاصة التحديات الموجودة ما تمكنش، ولعله قريبا يزور الجزائر. سيكون هناك زيارة قريبة للجزائر؟ أكيد أكيد وممكن لقاء رئيس هناك الجزائري هناك طبعا، ولما لا، هو صديق لمعناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعرف هذا. ثم الجزائر أوته في فترة المحنة متاع التسعينات، هذه معناها مسألة ما مفروغ منها. لكن حاجة باهية أنه معناها الأستاذ راشد الغنوشي يؤمن بشيء، يؤمن أن المغرب العربي هو السبيل للنجاح متاعنا، وفي المغرب العربي ثم قلب، وأنا أؤمن بهذا الشيء اللي هي تونس الجزائر وليبيا بدون مش تستثنوا المغرب أو شيء. لكن ما فهم من هذه المبادرة ماهر مذيوب اللي كان حكي عليها حتى في حوار إعلامي سابق، وأنه أقصى المغرب والمملكة المغربية من هذا التصور السياسي. سحب بارك الله فيك، نحب نأكد لك أنه هذا اللبس وقع صحيح، وأن اللبس رفع، وأهم حزب مغربي موجود على الأرض وهو قريب للملك وصديق الملك كان بحضرنا في البرلمان وزار السيد الرئيس البرلمان، وما ثماش الأمور دي ورفع هذا اللبس. يعني حركة النهضة تؤمن بالمغرب العربي الكبير، تؤمن بالأمة العربية، وتؤمن بالأمة الإسلامية، وتؤمن أهم من هذا كله بجميع الأحرار في العالم. يلا نستسمحك شوية ماهر مذيوب، نحب نحكيه شوية على الجانب الشخصي، لأنك تقريبا السياسي الأكثر إثارة للجدل في الفترة الأخيرة من خلال بعض التصريحات الإعلامية، من خلال عدد من المواقف، وخاصة الحديث عن ماضيك السياسي ماهر مذيوب. أنت نهضوي ولا تجمعي؟ أول حاجة سي محمد، ماذا بينا نحكيه على ما يهم الناس؟ حتى تاريخك يهمنا سي ماهر، نحبوا نعرفوا كنت شكون. أنا مش قضية عامة الحكاية، أنا راني مش ترشح رئيس الجمهورية، ممكن نفكر أما اليوم مش ترشح رئيس الجمهورية. بالنسبة لي أنا اللي يهمني هو ما يهم الناس، وإذا كان توجدت يعني وأنت ربما تعرف أنه الحديث عن شخصي يحرجني، ولكن إذا توجدت أشياء معناها معينة أو أنا أفتخر بكل تاريخي كله، لأنه كله من يوم بديت نعم في السياسة ورفاقي موجود الأحياء في معهد لادي الشكر كما سي محسن مرزوق وكما سي عبد العزيز الجزيري وكما فهمتهم من اليسار يعرفوا من هو ماهر مذيوب. أنا قلت الحركة التلمذية عام 82، وكنت قائد أحداث الخبز 84 اللي فقدنا فيها أخ عزيز، كنت في السنة 7 يعني الحريز طهري كنت استشهد في القصبة، كنت مؤسس شبيب مدرسية وكنت مؤسس في طلبة دستوريين. هذه كلها محطات أعتز بها، وفي جميع هذه المحطات كنت دائما منحاز للناس ونبض الناس، منحاز للشارع ومنحاز لمطالب الناس،
وما عملش وما نعملش شيء اللي نخجل. لكن فما بعض الالتباسات سي ماهر لو تسمح في علاقة ببعض المحطات في تاريخك وفي مسيرتك، هذا اللي خلى يصير برشة تأويل اليوم. من هو ماهر مذيوب؟ ماهر مذيوب تجمعي إسلامي، الناس اللي يعرفوك سابقا يعرفوك إنسان ليبرالي لا علاقة لك بالإسلام السياسي. اليوم نقاوك في النهضة في وقت من الأوقات تم اتهامك بأنك كنت تتخابر لصالح حركة النهضة، وانت أنا ذاك كنت قيادي في طلبة التجمع، خرجت في وسيلة إعلامية وقلت احنا كنا نكتب في التقارير ونعملوا الاستفيدة على وصولها. انت قلت الكلام على عظمة لسانك، مش حد قالوا عليك ماهر مذيوب. أول شيء إذا تحب نرجع لما حدث معي مستعد، يعني أنا كنت مؤسس طلب التجمع، وكان معي السي محمد الغرياني والسي فوزي الزعلاني ومجموعة من الشباب والسي محمد تشلي وكذا، وإحنا أسسنا المكتب الأول، وأنا أشرفت على المؤتمر الأول، وأنا كتبت الخطاب الأول وأنا ألقيته، ومعناها ونذكر كان عملنا اجتماع، وكان الرئيس بن علي الله يرحمه، وكان سي عبد الله القلال، وكان سي عبد الرحيم الزواري وكذا. فسالني يومها يوم 11 فيفري 88، قال لي انتم قديش؟ قلت له احنا 45 طالب سيد الرئيس. قال لي بقديش تعادني بعد 3 سنين؟ قلت له 5000. اسقط في يدي الاخرين، ولكن اصبحوا الطلبه الدستوريين بعد 7 نوفمبر هم القوه الرئيسيه في يعني في الحركه الطلابيه. وهذا كان زاد أنه في حوارات كبيرة وقعت، وفي أنه معناها الحقيقة هنا نحب نشكر الاتحاد العام التونسي للطلبة اللي كان هو القوة الضاربة على الميدان، واللي ما استعملش العنف مع الطلبة السوريين في عودتهم. بينما يعني يعني ما كانش يحملهم، ما كانش يعني بقى ما استعملش العنف ضدهم. اثنين بعد الحقيقة استعمل العنف ضدهم. نعم. هما استعمل العنف ضدهم هما ضد الطلبة في الاتحاد العام التونسي للطلبة، وحتى في الاتحاد العام طلبة تونس. فما ناس يتهموا الطلبة الدستوريين عن طريق الأستوفيدة وعن طريق نوصلك ما استعملوش طلبة الدستوريين والاتحاد العام التونسي للطلبة، مش يحشم خارج بيان الأمن استعمل، لا شك في ذلك الأمن استعمل. اثنين بالنسبة لي أنا قضيت سنتين، وبعد وقع إيقاف يوم 23 أبريل 1991. في أعقاب حدث باب السويقة، وفي أعقاب ما عندش حتى تنظيم السري لحركة النهضة، ما عندها حتى علاقة، واتهمت وأنك أنت تتبع حركة النهضة ومندس في حزب التجمع سيمان. لا لا مش خليك تواصل، أما مش نطرح عليك السؤال، هذا مش نظاميين قالوا أمورهم، هذاك أمورهم، احنا نحكيو قضاء والملفات ما زالت موجودة. شو فيها الملفات؟ صحيح. أنا كنت ماشي الجزائر باش نحضر مؤتمر لحزب جبهة التحرير، وبالطبع معناها وقع القبض عليا، معناها في غفلة وكذا في المطار، وقعدت شهر كامل، وللأسف أنه أنا أكثر واحد أو من أكثر مع عدة عسكريين وأمنيين وغيرهم قيادات زادة من حركة النهضة، من أكثر الناس أو شباب تونس اللي تعرض، وما زالت تداعيات وما زالت أثار تعذيب، وهذا المنظمات الحقوقية كلها. بعد قعدت 3 شهور تحت الأرض طبعا في منطقة اسمها مورنيك، وبعد أول مرة نشوف الهواء، أول مرة نشوف الناس ونشوف بخلاف الأمن، يعني يوم 4 جويلية 91، وقتها عرضت على البصمة في السجن المدني، وحاكم معناها بتعديت حاكم بعد تعدينا حاكم تحقيق، أما 14 تهمة سي محمد، أقل تهمة اللي هي وقعنا في السيلونات الاحتفاظ بجمعية، وأنا عمري ما تحاكمت على الانتماء، وأول تهمة الخيانة العظمى وتحرير عسكريين وإثارة كذا وكذا وكذا. المهم بعد سنة كاملة مع السيد حاكم التحقيق العسكري في النيابة العسكرية في بوشوشة باب سعدون، نعم، اتضح له هذا أنه هذا السيد ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. وهنا نجم نعطيك مؤشر، وقتها أنه كان التجديد النصفي لأعضاء مجلس الاقتصاد والاجتماعي، كنت أنا أصغر عضو
ونذكر سي محمد الناصر الله يذكره بالخير ويشفيه ونوجه له تحياتي، أول رئيس لي جات جدد لي وسأله بن علي كيفاش تجدد الواحد هو في الحبس ومتهم الخوانجي، فقال له سيد الرئيس لم يحكم عليه بعد، لازال في حد إيقاف. المهم بعد 3 سنوات وشهر سي محمد خرجت عدم سماع الدعوة. قضيتك في نهاية الأمر انتهت بعدم سماع الدعوة. عدم سماع الدعوة، لم تكتفي الآلة بذلك جهنمية، وحرمت من أني معناها أتنقل في تونس ولا في حتى في صفاقس. أنا ابن صفاقس ابن منطقة الشحية، واللي ما زالوا يعرفوا أني كنت أمشي يعني 8 مرات في اليوم نوقع، بما في ذلك يوم عرسي وبما في ذلك اليوم العيد، 8 مرات مراقبة إدارية. مراقبة إدارية، بعد طلعت لتونس نعدي نصح مرتين في معناها مركز الشرطة ومرتين في معناها في السموية المنطقة، مع يعني تضييق في الرزق ومع كذا ومع كذا ومع كذا، ومع ذلك أصريت أن استكمل دراستي. استكملت دراستي ونوجه هنا تحية إكبار وإجلال سي مراد بن تركيا اللي احتضني، رغم حقي في معهد الصحافة العمومي منعت منه باستفيدة، ونعرف منها وما أساتذة جامعيين أنه هذا الرجل حكم من 5 سنوات أنه اتجاه إسلامي، لأنه دائما ربك سبحانه وتعالى يبعثك شكون. ذكر أنا السكرتيرة قالت لي هذا اللي ما حبش يعطوك رسموك، خذيت منها نسخة وحطيتها في الحقيقة والكرامة. المهم قعدت 5 سنوات نصح 4 مرات إلى جاء العفو اللي دخل فيه سيلاش بن حامدي بارك الله في 99 وقتها تقريبا وليت، ومن وقت من وقتها اشتغلت في معناها سفارة بحرين كمترجم من الفرنسية للعربية، وسير شيد خشانة مشكورا هو اللي دخلني لجنة الحياة، بقيت فيها 10 سنوات، لكن في العام الأول جاني أول عقد عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. للأسف كل الناس دخلت باش ناخذ جواز السفر إلا سي عبد الله القلال الله يسامحه، كانت يومها العقد اللي جاني عام 99 ب 11000 ريال إماراتي، معناها 20 مليون. إلا فهمتني ما فما نعني بعد الأخوة الإماراتيين 99 عاودوا عام 2003 نفس الشيء، ومشيت الإمارات قعدت من 2003 إلى 2005 أخر 2005 في الإمارات، ثم من 2005 إلى 2014 يوم اختارني الأستاذ راشد غنوشي باش نمثل حركة النهضة في الانتخابات، وكنت معناها يعني نعمل هناك، وكان آخر راتب عندي شهريا 35000 دينار. حطيت هذا سمحني حطيت هذا وجيت أقوم بواجبي الوطني. هذا لا يمنع ماهر مذيوب أنه برشا عابوا عليك تصريحك في إذاعة موزايك وتبشحك بأنك كنت تكتب في التقارير وقلت كنا نعمله في الاستفيدة، برشا يراوها هو باش نكمل باش نستعمل العبارات التي استعملت في التوصيف باش نكمل قلت تصريح هذا قال كنا نعمله في الاستفيدة على قاعدة كأنه على أصولها وكأنه موجه لشكون موجه صريح لأمامي أولا ثانيا لأمامي سيدنا بن الحاج يعني لأمامي غير ما أنا فهمت يمثل هو مش حده أوكي أما خليني نحكي وثانيا فقط نقطة واحدة سي مان تفضل سي جي نعطيك الكلمة ما أنت فما تصريحات من قيادات نهضوية بارزة عامر العرايف كمثال وحتى من ناس كانوا مناضلين بارزين في الاتجاه الإسلامي سي مبرام وغيرهم يعني قالوا أنه عطاوا الرواية بما يفيد أنك أنك كنت من الاتجاه الإسلامي ونوعا ما مخترق للتجمع أو نوعا ما خلي ما نقولش مخترق تحولت من الاتجاه الإسلامي للتجمع، وحتى وأنت في التجمع حميت أناس في الاتجاه الإسلامي في الوقت ذاك، فنحب نفهموها النقطة هذه. شوف أنا كل ما لدي قلته أمام القضاء وقضاء بن علي معنا ما يرحمش يعني شفت رغم أنا عندي ثقة كبيرة في القضاء العسكري وقتها كل ما لدي قلته أمام الحقيقة والكرامة، وما عنديش أي مشكلة
أنا لو كان كنت مثلا مخترق وكذا ما عنديش حتى إشكال. ليش؟ لأنه وقت الاستبداد والديكتاتورية ثم ناس هزت السلاح، أنا ما هزيت حتى شيء. فهمتني كيفاش؟ اثنين، الموضوع هذا رجع وأنا مصر عليه. تتبجح بانك كنت في التقارير من هذه محمد. لا لا انت تحب نسالك من اجل سمير، ما عنديش موقف منك، نسال فيك. انا قلت لسي نبيل حاجي الاتي، قلت له سي نبيل وصديق وان نعتز بصداقته، هو انت نائب محترم عندك سنتين تشتغل وكانك صحفي استقصائي على زملائك، هدايا يعني عمل حادث مرور، هدايا ممكن عمل كذا، هذا عمل كذا، هذا عمل كذا. كنت أنصحك بصفة يعني زملاء، أنا كل كان عملت سؤال شفائي ولا عملت سؤال كتابي ولا عملت أي شيء، أنا اللي يهمني أكثر من سي نبيل. أنا بالنسبة لي أنا وهنا نعيش، نحن في الأغلبية نعيش في ضيم نتيجة السفيدة، واضح سي محمد؟ الأغلبية يقال عليها أستفيدة. اسمعني سي جياد، اسمعني، لانه وهذا بينته التسريبات نتاع محادثه نتاع سي محمد عمار، بينته الجلسات اللي كانت مع السيد رئيس الجمهوريه، بينته ما نشوفوه احنا يوميا. علاش انا قلت السيد رئيس الجمهوريه واجدد له الدعوه، تفضل في البرلمان، اجي احكي معنا، قدم مبادراتك. لا وقلت هكا سي محمد مهم جدا، اسمع منا ولا تسمع علينا. السيد رئيس الجمهوريه لحد الان ثم ثلة اللي هما على تواصل يومي بالهاتف بديوانه ويكبروا له في قلبه على النواب وعلى الرئيس متاعنا متاع المجلس، انه بدون اوجه حق، بدون اوجه حق. والدليل مش ثم شكون خرج قال راهو هذاك الارهابي اللي في فرنسا جاء في البرلمان، صح ولا لا؟ وخرجت انا قلت مش صحيح. استاذه ليلى حدد لا سامحني انا خرجت قلت مش صحيح. وقت خرجت سي محمد انا ولد الدوله، ولد السيستم معتز بذلك. لا خليني باش نوضح بيجز. خرجت وقلت هذا مش صحيح. علاش مش صحيح؟ لان طلبت مكتب الضبط اللي هما عفوا الكاتب العام طلب الامن الرئاسي، الامن الرئاسي دقق، لانه باش عايشين هما عايشين ب التخويف وعايشين باشياء مش صحيحه ووصلوها السيد رئيس الجمهوريه. الثانيه وهذاك علاش هم ما يحبوش مير، وهذاك علاش حمل على مير مذيوب. انا نهار اللي السيد الرئيس خرج وقال راهم 25 كذا كذا، قلت له السيد الرئيس غلطوك. حمله انت افتعلت. سامحني سامحني. لا خليني انت افتعلت بتصريحك سامحني. تصريحك كان مستفز كذا. مساج خلينا نكمل عاد. قلت السيد الرئيس غلطوك، صح ولا غلط؟ ودعيت هياكل ومسارح رئيس الجمهورية مش سيد الرئيس أني أعطينا 25، وقلت راهو ما ثم حتى لم ترد على مجلس نواب الشعب حتى وثيقة امتعت بالنسبة للدورة هذه لطلب رفع الحصانة من نوفمبر في هذا كل أي من 13 نوفمبر. لا هو نهار 12 وصل، يوم 12 وصلت معناها طلب رفع حسنة، والسيد النائب لم يتمسك بالحسنة ومشيت. فأنا اللي يهمني في هذا كله وهذا أهم شيء نقول سيد الرئيس، أنت رئيس كل جميع التونسيين وجميع النواب في الأغلبية البرلمانية ولا في الأقلية، فلا تكون رئيسا لأقلية الأقلية. تصريح لو استفيد ما ندمتش عليه؟ لا لا ما ندمش على حاجات أنا أقولها أبدا، لأن بالنسبة لي أنا قلت لهم راكم أنتم اللي تعملوا فيه تحريض على العباد، حتى من جهة أخرى أنا نرفض اللي يقوم به من جهة أخرى اللي معناه أعراض الناس واللي يجي على وثائق مسربة. شنو معناها التسريبات؟ أنت ما استفيد. سامحني سامحني سامحني، شو معناتها؟ شو ما يستفيد؟ يودي هذايا هذا هما الناس محسوبين على حركة النهضة نوعا ما اللي يقوموا به كيما راشد الخياري مثلا. شوف لا لا ماهوش محسوب على حركة النهضة، يبارك لك، لا تخلط الأمور. أنا نحكي على المتابعين يقول لك يصب في مصلحة حركة النهضة، يصب أموره هذا كلام. انتهى الوقت ماهر مديوب، هل تعتذر من زميلة خلود مبروك؟ هي لازم تعتذر. كنت مبالغ فيه في التهجم عليها، هي لازم تعتذر. كانت لطيفة معاك ومهنية جدا. لا أنا شوف أنا اللي يهمني المهنية. انت ما ترحمش سي محمد مهني، ما ترحمش. ماناش في موضع المقارنه، هل تعتذر منها؟ انا شوف سي استاذي الكريم، شوف انا بالنسبه لي انا اي انسانه امراه لو هي فهمت
أني أنا مثلا ربما الجرحت وكذا أنا أعتذر منها، ولكن مهنيا موضوع ثاني. ماهر مذيوب شكرا لك على حضورك معنا، شكرا جهاد الحسالم. موعد الآن مع الأخبار في راديو ديوان أفهام، ما تبعدوش.